عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في المحلات التجارية. سامحة ودلي في المحلات التجارية أنوبة بزوار كما العادة رانا في حصتكم جاوب تربح. نسقسوكم سؤالين والشخصين اللي جاوبوا الأجوبة الصحيحة راح يربحوا مع إيجينيكس دو بون داشا فيهم 5000 دينار جزائري للقاسمة الوحدة ويقدروا يشرو بهم كامل وش حبوا هنا في المحلات التجارية أنوبة بزوار. هاد لي بون داشا صالحين لمدة 3 شهور كونسومابل اون سول فوا. بالي بشرى خلات مساء الخير مدام. صافا لاباس؟ صافا لاباس الحمد لله. معليش تي هكا بليزير دو رونكونتري بشرى. ربي يعيشك ربي يطول عمرك. انا راكي معنا في حصه جاوب تربح. سقسك سؤال ان شاء الله جاوبينا وتربحي معنا ان شاء الله. ان شاء الله. سؤال يقول علاش نقولوا يحفظ عن ظهر قلب ابخوندغ باغ كور؟ هاد ليكسبرسيون علاش يقولوها ابخوندغ باغ كور؟ C'est-à-dire pour être rapide sur les réponses, je ne sais pas. C'est-à-dire, allez, je me roulouche, madame Benich. Apprendre par cœur. Allez, je roulouche, apprendre par cœur. Allez, je roulouche par cœur. Allez, je roulouche. Ah. La main que tu bais, je ne sais pas. Pourtant, on a un coup de nasara, l'étape de multiplication, il faut les apprendre par cœur. Faudrait par cœur, mais pour te dire exactement à l'aise, je ne sais pas, mais apprendre par cœur, là, on peut dire. C'est-à-dire que. Je m'appelle c'est-à-dire le problème dans le cœur. Alors, je vais le جينيرالمون ما عندهاش لا ريبونس نورمال بصح نقول لك ابي بري شنو هو خاطرش القلب هو هو تقدر ديسيدي به كي تروح مهني القلب ايه كي تروح مهني باش اخي اخي في الصح الصح دائما يقول لك ما تبعش قلبك تبع قلبك تروح للودي راك تبلونجي عنده ما يديسيدي القلب القلب انا جو فو هكذا علاش يقولوا يحفظ عن ظهر قلب apprendre par cœur علاش يقولوا apprendre par cœur ماشي كاس كو سا فو دير وعلاش يقولوا par cœur عن ظهر قلب pourquoi on dit apprendre par cœur c'est une expression courante mais la signification je saurais pas répondre apprendre par cœur ماشي la signification ah. وعلاش par cœur ماشي par حاجه وحده اخرى par tête par yeux par côtelette qui m'épaule. Parce que le cœur, je sais pas, on y tient, donc c'est quelque chose d'important. D'apprendre par cœur, c'est quelque chose d'important. Non. Mauvaise réponse. Merci. 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 Ça va la baisse. Merci. 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 مليح وما تو سير كيلكو شوز. الوغ راكم معنا في حصه جاوب تربح. الله يبارك. نسقسكم سؤال ان شاء الله جاوبونا نجاوب صح. ان شاء الله. علاش يقولوا عبارة يحفظ عن ظهر قلب. ابخوندغ باغ كور، علاش يقولوا باغ كور؟ غادي يقولوها زمان. ما واش على بالي يقول لك زمان دايرين في بالهم بين العقل هو القلب. الله يسلمك. عندك صحة ومبروك. الله يسلمك. صح بكري كانوا دايرين في بالهم باللي الذاكرة تتمركز في القلب، سيتادير الذاكرة تاعنا حنايا اللي في مخنا راهي في قلبنا. ويا لا سي بور سا قالوا هذاك مبروك عليك. الله يسلمك. جوز معنا لوستون تاع إيجينيكس باش يمدوا لك. إن شاء الله شكرا. يعيشك. بارك الله فيكم. مبروك عليك خويا. الله يسلمك يعطيك الصحة. الصحة والحنا. يتفضل ممثل شركة إيجينيكس. شكرا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. ألوغ هذا البون داشا فيه 500000 تقدر تشري به كامل واش حبيت هنا في المحلة التجارية إلو باب زوار. الله يبارك يعطيك الصحة. صالح لمدة 3 شهور بصح إلا بديت تشري به كملوا فيه نهار واحد. ما كاش مشكل. عايشك الصحة والحنا. يعطيك الصحة خويا. مشاهدينا هذا كان أول فائز في حصة اليوم. تابعوني باش نشوفوا السؤال الثاني والفائز. Thank you.
راني عيانه كاين لي اكثر مني. بونجور. بونجور. صافا ما شكيتوها. هاو الموديل هاو لي شونتيون. صافا لاباس الحمد لله. الحمد لله راكي معنا في حس الجو تربح بصح الخير. بصح الخير. صافا الحمد لله. تعرفي لي ميسيون؟ وي. وي. شكون يدير لي كيسيون؟ ماعليش. ماعليش. عمران هذيك الشهرة كاع وما عرفاتكش معناتها ماشي متعرفش كاع لي كيسيون. عمران. عمران هذاك والدي لي كيسيون. أنا سؤالي يقول في أي سنة تم في أي سنة داروا أول مرة حفل ملكة جمال العالم وأين؟ ميس وورد ميس موند لاباس ولا نورمالمون نورمالمون 60 70 والله ما لاباس شبه هذه 60 70 خدمت راسها بيان باش هذوك 10 سنين كاع في الجيب ماشي 60 وماشي 70 ماشي ماشي لا لا ما لاباس مادام انت راكي ما شطاها هكا ودايره هذاك هكا قال لك في اي سنه نظموا اول مره حفله ملكه جمال العالم اوكين ايدي وعلاش ما نشوفهم برك تما ما ندخلش لا لا بكري كنتي صغيره ما كنتيش زايده واش من عام زايده انت 81 الله يبارك ما تبانيش والله ما تبانيش الله يسلمك الله بكري صدق انت ما شتيهاش اونو كان كواقي انت كي زدتي كانت ماتت ميس موند الاولى داكو بصح قديمه صدق قولي لي يوناني باغازا بالك تربحي اوكي نيدي معليش شوفي الحصه داكو ان شاء الله الجواب ان شاء الله نعرف خير ان شاء الله الله يسلمك وسلمينا على الناس الجايه تعيش الله يعيشك باي 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 واش من عام داروا اول مره مسابقه ملكه جمال العالم ميس موند ميس وورد لا كاروس موند نورمالمون شوفي قبل الثوره تاعنا بشويه قولي لور الثوره 1954 كات الوغ 1951 وي 1951 مبروك عليك بصحه الله في بريطانيا أبريل فول دارو في بريطانيا أنا من بريطانيا أمي 1951 عييت نروحو للستون تاع ايجينيكس باش يملك لو بون داشا ديالك وما تشري والو لصاحبتك ميس ميس الجيري اللي ما حبتش تبانا ميرسي بوكو عييت مبروك عليك ميرسي بصحة ولا هنا يتفضل ممثل شركة ايجينيكس باش يدير لك البون داشا ميرسي بوكو هذا البون داشا فيه 500 ألف تقدري تشربيهم كامل واش حبيتي هنا في المحلات التجارية اونو باب الزوار ان شاء الله داكور هذا البون داشا فالاب 3 موا كونسومابل اون سول فوا داكور داكور تشربي واش حبيتي كيما قلت لك إلا مراكش منا كاين في الولايات محلات تجارية اونو كاين في مستغانم كاين في فلا ولا في البويرة ولا في الجي كاين في كاريدي داكوغ سيغ الجي ان شاء الله يعيشك بصحة ولهنا يعطيك الصحة خويا مشاهدينا هذه كانت ثاني فائزة في حصة اليوم تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحلقة في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا على اليوتيوب جاوب تربح استناوني في العدد الجاي مازلنا في المحلات التجارية اونو باب الزوار مازلنا مع ايجينيكس باي باي